الشيء ده طلب ايدي. انت على ايه انت كمان؟ بزغرت عشان عندنا عروسه يا عروسه. طب والله العظيم واكرم اهو قاعد قدامك يشهد، انا شايفه لك في الفنجان حته بابيونه قد كده. والله يا دكتوره بابيونه وحمره في قعر الفنجان، اشتري منها دي منامها ما بينزلش الارض ابدا. منام ايه؟ بقول لك شايفه لها في الفنجان. ما علينا، انا رايي يا دكتوره تتجوزيه، ده راجل اصيل وابن اصول. قوم روح انت وهي، انا جايباكم عشان تسمعوني. الله، امال مين اللي هيبل لي الشربات يا عروسه؟ مالك بس كده في ايه؟ يعني انت بتزغرتي وهو يقول لي راجل محترم؟ خلاص خلاص يا فوقيه، لو على سماح وسامح اكيد مش هيقفوا في طريق سعادتك. ولا يا سامح، ايدك تقيله يا اكرم. انا بسال بس، يعني لو انتوا اتجننتوا انتوا الاثنين، انتوا مش فاهمين سمير ده كان بيشتغل عندي انا وجلال ايه ولا حاجه. وفيها ايه لما يكون ولا حاجه؟ اهو بنى نفسه بنفسه وبقى كل حاجه. المهم يا مام، انتي قلتي ايه؟ اديته بالقلم على وشه. يا لهوي، يا نهار اسود، ضربتيه بالقلم؟ راجلك تضربيه بالقلم؟ راجلي؟ راجلي ده ايه؟ ده انا ارميه من الشباك. ليه بس كده يا دكتوره؟ تضربيه بالقلم؟ تخسرينا الراجل؟ وبعدين الراجل ذنبه ايه؟ الراجل طلب الجواز، دخل من الباب يعني. ايوه الراجل ما غلطش في حاجه، بيت وفيه بنات، هو جه يتقدم وده من حقه. فين البنات دول؟ انا بنات وانا من حقي اهزقه. مستني حد؟ ايدك تقيلة يا اكرم. بس مستنيين حد ولا؟ طب شوف بس طابور المدرسة. ايه ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم. ده حسيني. دخله. حسيني وحشتني يا راجل. ربنا يخليك. معلش الهوا قفل الباب. السلام عليكم. وعليكم. خير؟ في ايه؟ اخرس سمير ده اشرف منك. يعني ايه؟ يعني ايه كذاب ونصاب؟ اكيد في غلط في الاجراءات، اكيد في تشابه في الاسامي. وانت بتدافع عنه كده ليه؟ من بقيه عيلتك يعني؟ يا ريته كان من بقيه عيلتي، انا عيلتي احط من كده. ده راجل جدع وعصامي ونبيل. مين نبيل؟ ده جدع شغالني في المصنع. يا باشا مصنع، انت صدقت ان ده مصنع؟ ده مأجره من واحد محبوس اصلا، والمصنع ده ما فيهوش شغل ولا نيله. طب يخسر ازاي؟ بس احنا لما رحنا لقينا شغل كتير، صح يا سامح؟ صح. دي نمره احنا بنعملها عليكم يا هانم وعلى اي حد عشان نعرف نقلبه في القرشين. يعني كان عايز يقلبنا واحنا ما حلتناش اي حاجه؟ كان عايز يسرقنا لما نلاقي نانا سوسو. طب ازاي؟ ده هو اللي بعتنا ليها في الفيوم. وانت يا ابني انت مش كنت معانا؟ انتوا الاثنين بعتنا؟ مش انتوا اللي بعتونا؟ ما دي كانت بعته في حد ذاتها. بعته؟ ايوه. يعني ايه بعتها؟ مفيش طنط سوسو في الفيوم. يعني ايه؟ ولا بتعمل عمره. امال فين طنط سوسو؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.